السلام عليكم، شباب معكم محمد الحمادي من قناة اميزنج جيمر. معكم فيديو جديد. هذا الفيديو نفس ما تشوفون يابكم اماكن تفلها انت والعيال او تسوي فيها يعني مشاكل وحروب على كيفك، يعني مكان حلو صراحة. وش المكان؟ هو هني في الريف، اخر الريف، يعني تكونوا 4 تكونوا 6 عادي، يعني هذا المكان اعتقد. ف هنقول لكم كيف طريقه، هي طريقه انك تجي، يعني ما حد يقدر يدخل عليك من وراء او شيء. شوف تركب هالسلم، هالعمارة عبارة يعني عن غرف صراحة، ما اعرف شو فايدتها، اتمنى حق مطاف يطفون فيها ويسوون عليها تمارين. المهم نصعد اعتقد هني، ايوه تصل عند اخر وحدة توقف هني. يعني شوف مهما سويت 5 نجوم 6 نجوم بس يوني يوقفون هني فوق هالعمارة، يوقفون هني ويضربون عليك. يعني لو تكونوا 2، واحد يمسك هني واحد يمسك على الجامع الورا، يعني بيكون شيء حلو. ويعني ما يركبون، ما يجون هنا، ما يقدرون، ما اعرف ليش صراحة. فيعني خلنا نراويكم شوي مثال. انتي يعني بالسنايبر تشوف ما في حد يمشي هنا تسوي مشاكل. ولان شارك اخذ، يعني تقعد تحاول تسوي مشاكل هنا. اعتقد شيء مر مطافي، يعني ماشي ناس وايد في هالمنطقة، بس يعني لو انت تقدر تسوي مشاكل بأي طريقة. مثلا خلنا نفجر السيارة الهني، يمكن انا قبل شوي يعني سويت مشكلة، كان في ريال واقف هني تكلم تلفون ما ادري شو، يعني ذبحته ويو الشرطة. ناس ما الحين ناس ما تشوفون الشرطة وصلت، فتقعد يعني تشوف حتى الهليكوبتر ما يقدر يضربك، يعني ما في نشبة. يعني مكان حلو الصراحة، جربته فيه، جربته يمكن 2 أو 3 أنا والعيال، يعني شيء حلو تفلها أنت والعيال. بس عاد الشرطة ما توصل، هو ما يوصل لانشر على طول. أما أحلى، شوف الحين النجوم تقعد تزيد عندك وتقدر تسوي مشاكل، يعني لا شرطة يقدرون يدخلوا لك ولا هليكوبتر ينشب لك فوق. يعني شيء حلو صراحة، مكان حلو ما في نشبات، حتى لو واحد ياك من الاونلاين يعني تقدر، يعني ما تخلونه يدخل. يعني الهليكوبترات بعد تقدر يعني تتعامل وياهم اكثر شيء اكثر من شيء، بس يعني على حسب جوك. هاي الفلة يا عيال، شوفوا يعني ولا داعي صواريخ، ويعني بس رشاشات تبع العيال تفلونها. فهذا يا شباب كان كل فيديو، اذا عجبك الفيديو اضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة.